نروح لتوجو بقى، كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساعة، المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر، مساء الفل، مشرف ومنور. مساء الفل يا كابتن كريم، ازيك؟ وحشني. اخ وانت دايما وحشني والله. والنهارده تعاطفت كثيرا كثيرا مع فيوتشر، عملت مباراه محترمه جدا وكبيره جدا، سوء التوفيق. وبصراحه زي ما قلت في المقدمه، النهارده بعض الاخطاء التحكيميه هي اللي خلت المباراه تخرج بنقطه واحده لفيوتشر النهارده. رايك ايه في هذه المواجهه الكبيره لفيوتشر؟ الحكم رجعنا للحكام الافارقه بتوع زمان. صح بصراحه. عندك حق، لسه بقى الموضوع، والظاهر ان الفار بقى حتميا في كل الادوار، لانه فعلا بيضيع مجهود ناس كتير جدا. ما بتقدرش تتكلم، ما بتقدرش تثبت حاجه، وبيضيع حقك. وما وريته له ما بين الشوطين في الكوريدور، ووريته له وبص كده لللاين مان بتاعه. بس يعني اتخانقوا مع بعض شويه. يعني هو اعترف ضمنيا انه كان الهدف صحيح، بس ما قالش يعني كده بالخناقه دي لما شاف الجول. هو بص للحاجه كده في الكوريدور. وبص لي كده، قلت له يعني ده مش فير، يعني ده مش فير خالص تماما يعني. لكن هتعمل ايه؟ هو خطا الحكم، خلاص المباراه خلصت. زي ما بتقول يعني الحمد لله فقدنا نقطتين، لكن برضه بيراميدز والجيش الملكي برضه تعادلوا، فدي نتيجه برضه مريحه شويه تماما يعني. فان شاء الله نقدر ان شاء الله نمشي كويس جدا في الكونفدراليه باذن الله. لكن عايز اقول لك ان الجدول فعلا تقيل جدا، سواء الجدول مصر الدوري المصري والكونفدراليه، لان انا رايح هنرجع بكره الساعه 2 بالليل يعني يوم 14، وهلعب يوم 16. 15 ساعة سفر. انت عارف يا كابتن عبد الظاهر، دي أول مشاركة لي فيوتشر أفريقيا، وأنت نفسك عارف المفرمة الأفريقية لما بتيجي مع الدوري المحلي. وبصراحة فيوتشر حسيته إنه كان بيجهز لده بتشكيلة رائعة من الأساسيين والاحتياطيين، فهي بتبقى على الكل بقى، على أهلي وزمالك وفيوتشر وبيراميدز يعني. بالظبط. قدرك لا يعني. لا لا، إحنا بس بنقول إن إحنا عندنا بس الشهر ده. بتتكلم في يوم 16 هيبقى ماتش الحرس، يوم 19 بيراميدز في الكونفدراليه، يوم 19 المقاولين، يوم 22 الجيش الملكي. فطبعا جدول صعب، لكن ان شاء الله ربنا يسهل. يعني الكابتن علي والجهاز بيتعبوا بشكل كبير جدا، وبحييهم جدا جدا على التعب اللي بتعبوه، وربنا بيكافئهم هم واللعيبه بشكل كبير. النهارده عملوا جيم كويس جدا، وعمل كمان الشوط الثاني روتيشن هايل جدا وتغييرات هايله جدا، ادت ان احنا تعادلنا وكنا هنكسب، كان ضيعنا فرص كتير يعني. بصراحه شاهدت المباراه بالكامل. انا تعاطفت جدا مع فيوتشر النهارده، سوء حظ مش طبيعي النهارده في هذه المواجهه. يستحق فيوتشر انه يخرج بالثلاث نقاط. الحمد لله، بنحمد ربنا سبحانه. اهم حاجه الحمد لله ما فيش اصابات، وده الشيء المهم جدا، ما فيش غير كادنا بس المرعي. فده كمان يعني من الحاجات الايجابيه. عاطف كمان بنكسبه واحده واحده كمان يعني. عاطف دخل في الفرقه تاني اهوت، وفعال كمان على الجون. لا فاروق كمان بيرجع للتهديف، فده طبعا ناصر ماهر كان هايل، كلهم كانوا هايلين الصراحه يعني. رزق جنش يعني حارب الزمن عشان يلعب يعني. جنش ما اقولكش كميه العلاج اللي اتعالجها عشان يلعب الماتش ده. طبعا لعيب راجل كالعاده. لا هم ابطال جدا جدا، ابطال والله. انا يعني احنا معانا شويه ابطال يعني، بقول عليهم ان هم رجاله بشكل كبير. دايما المسؤوليه ما بتحط عليهم بيطلعوا بيبقوا بيرفعوا راسنا في كل حته. صح. جرت العاده في مثل هذه المواقف بيتم ارسال شكاوى للاتحاد الافريقي لكره القدم في التحكيم. هل فيوتشر هيشكو الاتحاد الافريقي من التحكيم في هذه المواجهه، ولا مش هيشكو الاتحاد الافريقي؟ والله احنا لسه طالعين من الماتش، لسه واكلين، لسه ان شاء الله نكلم الاداره ونشوف ايه اللي ممكن يقدر ان انت تحافظ على حقك، لان ممكن تجي لك في ماتشات ثانيه. صح. لازم طبعا، لازم طالما ليك حق لازم تجري وراه. صح صح. فان شاء الله نقدر نعمل كده باذن الله ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساعه، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله من توجو بعد تعادل فيوتشر اليوم. و
الامور هي مش هتبقى سهله على الثلاث فرق، يعني الفريق التجولي بسيطه، بس فيوتشر وبيراميدز والجيش الملكي منافسه في منتهى القوه، صعبه جدا في المجموعه دي بصراحه، صعبه جدا. ان شاء الله كل التوفيق لفيوتشر وبيراميدز عن هذه المجموعه، ان شاء الله الاثنين يصعدوا.